لنا رسالة وتقول لنا فيها أنا هنا أستناكم واستنى لقياكم، وتنادي أمي وتزهمنا والأجهزة في يدنا تزاحمنا. ندخل كل مواقع التواصل وعند موقع أمي فاصل ما يواصل، ترجع أمي وتنادي فينكم يا أولاد مع سامسونج ولا إيباد، وفينكم يا بنات أكيد تصوروا سنابات وترسلوا للصحبات، وتجلس أمي وحدانية لا حد يكلمها ولا حد يدخل عليها بهدية، ونمر في الصالة مرات نسلم على يديها ومرات مع السرعة نعديها، وترجع أمي اليوم الثاني وتجلس على كرسيها الوسطاني اللي يتوسط صالتنا، وتستنى أحد فينا يجالسها يدردش معاها يونسها، لكن الدنيا لاهيتنا وعن ست الحبايب أخذتنا، كل مين في غرفته متخبي وناسينا البر وطاعة ربي. حتى لو مدق علينا الباب نقابلها بكل عتاب، نقول استني يا أمي ونقدم كثير أسباب. كل يوم على هذا الحال ونعيد نفس الموال، وما في أحد يسلي أمي لا بالقيل ولا بالقال. في يوم دخلنا صالتنا وشفنا فيها عمتنا وخالتنا حتى سعاد جارتنا، شوية شوية وصلت كل عيلتنا، لكن أمي مو معاهم. صرت أسأل أمي فين؟ فين راحت أمي؟ فين راحت نور العين؟ كان هذا مقعدها، وصرت أبكي وأرددها، عرفت أن أمي راحت مرقدها، وإني اليوم أفقدها، وصارت صالتنا ظلام، ونتمنى ترجع أمي يوم أو يومين أو أيام، نونسها ونكلمها ونعطيها العمر أعوام، لكن أمي راحت خلاص بعد سنين من الإخلاص. أمي راحت وهي تنظر، وإحنا ضايفين العالم كله وعلى أمي حضر. أمي راحت وكلها شوق لشوفتنا، واليوم الشوق شوقنا. أمي راحت وبعدها إحنا مرتحنا. يا جماعة نصيحة لكل الأولاد والبنات، انتبهوا لأمكم نور صالتكم، لأنه إذا انطفى في يوم راح تشوفوا سواد حالتكم. عليكم بالبر، زيدوا شوية طاعة.